بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد من دروسنا الشرعية العلمية المتعلقة بالمسائل الأصولية والقواعد الفقهية والتي أطلقنا عليها بدرر الوصول إلى قواعد علم الأصول. نتحدث عن القواعد الفقهية وعن أهم هذه القواعد الفقهية، ونحن في درسنا السابق تحدثنا عن القاعدة التي تتعلق بالعادة والقاعدة التي تتعلق بالأعراف، والتي يطلق عليها بالعادة محكمة، وهذه العادة وهذه الأعراف تحدثنا في درسنا السابق عن بعض المسائل المتعلقة بهذه القاعدة، وبينا الأدلة التي استدل بها علماء الأصول وعلماء الفقه، الأدلة التي استدلوا بها على هذه القاعدة، فقد استدلوا بمجموعة من الأدلة من الآيات القرآنية، واستدلوا بأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما زلنا في هذا الموضوع، وما زلنا نتحدث عن هذا الموضوع وعن تفصيلات هذا الموضوع وهذه القضية. وقلنا في درسنا السابق بأن العرف له أقسام وله تقسيمات، وهنالك تقسيمات متعلقة بالعرف من حيث العمل ومن حيث القول، وهنالك أعراف عملية وهنالك أعراف أو عادات قولية، وبينا بأن هنالك فرق بين العادة وبين العرف. فالعرف من حيث التقسيم يقسم العرف إلى قسمين، هنالك عرف عملي أو فعلي، هنالك عرف عملي أو فعلي. ويقول علماء القواعد الأوائل، يقولون بأن العرف العملي أو الفعلي وهو ما جرى عليه عمل الناس في تصرفاتهم وفي عاداتهم أو المسائل التي اعتادوا عليها، على شيء من الأفعال التي اعتادوا عليها أو التصرفات التي ينتج عن هذه التصرفات التزامات معينة. وهذا العرف، العرف العملي له أمثلة، من أجل أن نفهم هذا العرف يجب علينا أن نتطرق إلى بعض الأمثلة المتعلقة بهذا العرف. مثلا، اعتاد الناس على أن يعطلوا يوما في الأسبوع عن العمل، فهذا اليوم عرفا، يعني صار هذا اليوم يعني كأنه يوم راحة لهم ويوم فرح ويوم سرور لهم. وكذلك اعتاد الناس مثلا في الأفراح أن يرتدوا ملابس معينة، وفي الأحزان يرتدوا ملابس معينة، فهذه أعراف وعادات. هذه الأعراف والعادات نقول عنها عبارة عن أفعال عادية وعبارة عن تصرفات، هذه التصرفات تنتج التزامات معينة. وهنالك أعراف متعلقة ببعض البلدان وأعراف متعلقة ببعض المدن، فأنت تجد بأن عرف الناس في المدينة الفلانية وهم مسلمون يختلف عن عادات وعرف الناس في المدينة الأخرى. وكذلك من أعراف الناس مثلا قضية تقسيم المهر. المهر في الأصل، مهر المرأة أو مهر الزوجة في الأصل، يعني ليس فيه مقدما ومؤخرا، لكن جرت العادة وجرى العرف على تقسيم المهر إلى جزئين، نصف منه يكون مقدم ونصف منه يكون مؤخر، مؤخر لهذه المرأة. هذا من باب التيسير على الناس، وإلا مهر المرأة فهي تستحقه كله، لا يقسم إلى جزئين أو يجزأ إلى ثلاثة أجزاء وما إلى ذلك، لكن عملية تجزيء هذا المهر هي قضية عرفية وعادة من عادات الناس التي اعتادوا عليها من أجل أن ييسروا في قضية الزواج. وكذلك مثلا تعارف الناس على قضية استيفاء المنفعة
المؤجرة شهريا أو سنويا، يعني هو يأخذ الأجرة ثم بعد ذلك أنت تنتفع، فهو يأخذ الأجر أولا. إذن هذا الاستيفاء هذا من عرف الناس، فذلك اعتاد بعض الناس في حالات بيع الأشياء الثقيلة أن يكون أجرة حمولتها على البائع على إلى مكان المشترك، وتكون هذه الأجرة على البائع. هذا أيضا من أعراف الناس. يعني العرف العملي وخاصة عند السادة الأحناف عند الحنفية، العرف العملي عند الحنفية يجب أن يكون مخصصا إذا كان عاما خلافا للجمهور، حيث إن الجمهور لا يعتبرون العرف مخصصا إلا إذا كان قوليا. يعني عند جمهور الفقهاء الفرق بين العرف القولي وبين العرف العملي بأن جمهور الفقهاء يعتبرون العرف القولي مخصص، أما العرف العملي فإنه عام. أما عند الأحناف فإن العرف العملي عندهم يكون مخصصا. وما معنى مخصص وعام؟ يعني عند الجمهور العرف إذا كان قوليا فهو مخصص، يعني أن تقول كذا وتخصص، تقول يعني نحن عادتنا أن نفعل كذا في كذا وتخصصه، يعني عرفا خاصا بأهل مثلا قبيلة معينة، أهل مدينة، أهل قرية صغيرة. لكن عند الأحناف هذا عام وليس خاص. وهنالك أمثلة للعرف العملي المخصص، فمثلا الفقهاء القدماء يضربون أمثلة كثيرة. فمثلا لو إن إنسانا وكل إنسان وقال له أوكلك أن تشتري لي قمحا أو شعيرا، فمن عادة الناس في هذه المدينة أو هذه البلدة إنه عادة الناس إنه مخصص، هذا شيء مخصص، يعني خصصه بالقمح أو بالشعير، فقالوا هذا الشخص الذي وكل ليس له أن يشتري للذي وكله قمحا من نوع آخر أو شعيرا من نوع آخر. إذا كانوا هم متعارفين على أن القمح والشعير عندهم هو من نوع مخصص، فليس له أن يشتري له قمحا أو شعيرا من نوع آخر، فهذا مخصص قولي، هذا عرف مخصص قولي، يعني ليس له أن 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 يغير هذا الشيء حتى وإن كان هذا اللفظ عام، قال اشتري قمحا أو شعيرا، اللفظ عام يذهب يشتري أي قمح يشتري أي شعير. لكن هنا بما أن عرف الناس بأن القمح عندهم هو القمح الفلاني والشعير هو الشعير الفلاني، فيجب عليه أن يشتري له هذا القمح وهذا الشعير. والعرف القولي، العرف القولي هو عبارة عن اصطلاح جماعة من الجماعات، أهل قرية، أهل مدينة، أهل سوق، أهل صنعاء، يصطلحون مصطلح معين يستعملونه في معنى مخصوص حتى يتبادر إلى الذهن بمجرد سماعه. وهذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه عرفا، هذا إذا كان عاما فهو عند الجميع يسمي عرفا، يعني اصطلاح أهل المنطقة. مثلا سأضرب مثال، يعني الآن في كل العالم الدولار اسمه دولار والدينار اسمه دولار، المئة دولار في كل العالم في كل بلد من البلاد اسمها مئة دولار. عندنا نحن في العراق عرف خاص، المئة دولار لا نسميها مئة دولار، نسميها ورقة ورقة واحدة، ومئتين دولار نقول ورقتين، ألف دولار نقول عشر ورقات، خمسمائة دولار نقول خمس ورقات، عشرة آلاف دولار في كل العالم اسمه عشرة آلاف دولار. نحن نقول في العراق في عرفنا الخاص العشرة آلاف دولار ماذا نقول عنها؟ نقول عنها دفتر، نقول عنها دفتر، والدفتر عند الناس هو أداة يعني للكتابة، فيه أوراق للكتابة. نحن نسمي
$100 ورقة و10,000 دولار نسميه دفتر. فيتحدث ربما يتحدث اثنان من العراق فيقول له بكم اشتريت هذه السيارة؟ فيقول اشتريتها بدفترين. الآخر لا يفهم، لكن نحن نفهم هذا بعرفنا الخاص بدفترين يعني $20,000، أو يقول اشتريتها ب5 دفاتر يعني $50,000 وهكذا. هذا نسميه عرف قولي خاص، إن أهل هذا البلد، أهل هذه المدينة، أهل هذه القرية اصطلحوا ذلك واصطلحوا على هذا الشيء وتعارفوا عليه، تعارفوا على هذا الشيء وسموه بهذه الأسماء. هنالك مجالات لعمل العادة والعرف. ما هي المجالات؟ ما هي الأماكن التي تعمل فيها العادة ويعمل فيها العرف من الناحية الشرعية؟ أو متى تكون هذه العادة المتبعة عند الناس أو العرف المتبع عند الناس متى يكون حجة وحكما؟ يعني مثلا أنا الآن ضربت مثالا، قلت عندنا في العراق نقول عن $10,000 دفتر، فلو تخاصم اثنان في قرض أو دين وجيء بهم إلى حاكم، وكان هذا الحاكم أو هذا القاضي ليس عراقيا، لا يعرف عرف أهل العراق مثلا، فقال أحدهم أعطيته دفتر، يعني يقصد ماذا؟ يقصد $10,000، وقال الآخر أنا لم أقبض دفترا. فهنا القاضي إذا حكم بأنه إذا ثبت بالدليل والبينة بأن الذي قال إنني أعطيته دفتر، وحكم القاضي، سيحكم القاضي على من أخذ أن يرد له الدفتر، وسيرد له دفترا يستخدم في الكتابة والأوراق، ويحكم القاضي بذلك. يقول نعم، يقول أنا أخذت دفتر، فيعطيه دفتر. لذلك ذاك يقول لا، أنا لا أقصد دفتر، أقصد $10,000. فهذا قضية العرف والعادة قضية مهمة جدا، يجب على القاضي ويجب على الحاكم ويجب على المفتي ويجب على المتخصص بالعلوم الشرعية، يجب عليه أن يعرف الأعراف ويعرف العادات التي يتعامل بها المسلمون من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة، من أجل أن يستطيع الحكم بين الناس بما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العرف أو العادة يعتبر حجة ويعتبر حكم عند عدم مخالفته لنص شرعي. هذا الشرط الأول، متى نعتبره حجة؟ متى نعتبره حكما؟ الشرط الأول، يجب هذا العرف أو هذه العادة يجب أن لا يخالف أولا نصا شرعيا، أو يخالف شرط لأحد المتعاقدين، يعني اثنان تعاقد على قضية معينة ووضعوا شرط وجاء العرف يخالف هذا الشرط، فبماذا يؤخذ؟ يؤخذ بالعرف أو بالشرط؟ لا، يؤخذ بالشرط، لأن المسلمون على شروطهم. وفي حالة انعدام النص الموافق له كذلك يعمل به، إذا انعدم النص الموافق له، لأنه إذا وجد نص موافق للعرف فالمعتبر أننا نقدم النص الشرعي على العرف. لذلك قالوا إن العادة تحكم فيما لا، العادة تحكم فيما لا، يعني في الحالات التي لا يتوفر فيها، فيما لا ضابط له شرعا أو نص لأحد المتعاقدين فيه، والمقصود بالنص والشرط. الفقهاء اعتمدوا على العرف في مسائل كثيرة كثيرة جدا، ومن هذه المسائل مثلا اعتمدوا على قضية العرف وعادة الناس في مسألة أقل سن الحيض والبلوغ، هذا اعتمدوا عليها بقضية العادات المتعارف عليها عند الناس، واعتمدوا على قضية العرف في قضية مقدار الحيض والنفاس أقله أكثره، ففي بعض البلدان المرأة تحيض أو تنفس بعد الولادة ب10 أيام، بعض البلدان ب20 يوم، بعضها 30، بعضها 40، بعض البلدان المرأة تحيض يوم وليلة، وبعضها ليلتان، بعضها 3، حتى في بعض البلدان المرأة يأتيها ما يأتي النساء لمدة 15. فاعترفوا على العرف في هذه القضية. كذلك قضية حرز المال المسروق أيضا اعتمدوا على العرف في هذه القضية، يعني مثلا في بلدان آمنة
إذا نام الإنسان وترك باب داره مفتوحا ودخل السارق وسرق من الدار، فعرفهم أن البيبان تفتح بشكل طبيعي واعتيادي، ففي هذه الحالة يحاسب هذا السارق أشد الحساب. لكن في بعض البلدان التي ليست فيها أمان، إذا كنت أنت لست مغلقا للباب وعادة الناس أنهم يغلقون الباب ودخل السارق وسرق، نعم السارق يحاسب، ولكنك أنت تعتبر مقصرا على عدم تغليق الباب. هذا حكم بماذا؟ حكمنا بقضية العادة والعرف. وكذلك قضية كثرة الأفعال المنافية للصلاة تختلف من عادة ناس إلى ناس، من عرف إلى عرف، من مكان إلى مكان. كذلك التأخر المانع من رد المعيب، يعني لو أنني اشتريت من زيد من الناس حاجة، عرفنا أنه إذا هذه الحاجة بعد ساعة إذا أعجبتني أعجبتني أو لم تعجبني فإنني أردها، أكثر من ساعة لا يجوز. طيب عرف مدينة أخرى أنه يجوز أن يردها بعد 3 أيام، عرف مدينة أخرى يجوز أن يردها بعد أسبوع، وهكذا. أو قضية العيب، مثلا اشترى بقرة وهذه البقرة عرفهم إذا كان حليبها قليل أو كثير فإن عرفهم أنها لا ترد، لكن في مدينة أخرى إذا قال له هذه البقرة تحلب في اليوم الواحد 5 كيلوغرام وثبت أنها تحلب 4 كيلوغرامات فهذا يعتبر عيب، وعرف الناس أنه ترد هذه البقرة. إذن هذه القضية تعود إلى العرف. فإذن هذه مسائل كلها يعني يستفيد الفقهاء في قضية العرف وقضية العادات فيها. وكذلك العرف والعادة والدليل الشرعي يجب مراعاة هذه القضية في قضية التطبيقات. صحيح أن الدليل الشرعي يقدم على العرف، لكن يذكر العرف وتذكر العادة ويستأنس به. فمثلا لو اختلف اثنان في قضية معينة وأحدهم معه الدليل الشرعي والآخر بجانبه الدليل الشرعي والعرف والعادة، فإنه يقدم من بجانبه الدليل الشرعي والعرف والعادة في وقت واحد، في وقت واحد. فلو تعارف الناس مثلا إن من المحرمات يعني المعاملة مثلا بالربا وفوائد البنوك وشرب الخمر والتبرج وهكذا يعني والتختم بالذهب للرجال وغير ذلك مما ورد تحريمه نصا، يعني هذه المسائل هي محرمة نعم، لكن في بعض البلدان هي محرمة وغير مخالفة للعرف كالبلدان الأوروبية. نحن نقدم النص الشرعي على العرف حتى وإن كان عرفهم وعادتهم أنها ليست محرمة، لكن تكون محرمة أشد في بلد مسلم هي عندهم محرمة وأيضا تخالف عاداتهم، تخالف عاداتهم وتخالف تقاليدهم. ففي هذه الحالة تكون الحرمة ماذا؟ تكون الحرمة أشد، الحرمة تكون أشد وأقوى، لأنها اجتمعت مخالفة العادة والعرف اجتمعت أيضا مع ماذا؟ مع النص الشرعي الذي يحرم. كذلك مثلا إذا خالف العرف بعض المسائل الفقهية، مسائل فقهية لم تثبت بنص صريح، يعني عندنا مسائل فقهية ثبتت بالاجتهاد، يعني مثلا اجتهاد الإمام حنيفة النعمان أو اجتهاد الإمام الشافعي أو مالك أو أحمد بن حنبل، يعني عندنا مسائل ثبتت بالاجتهاد ليس بنص شرعي، وحصل خلاف بين هذه المسائل الفقهية وبين العرف. فهنا ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى عرف زمن الفقيه، يعني هل عرف زمن الفقيه هو كعرفنا في الوقت الحاضر هذا؟ ينظر إلى هذه القضية، ينظر إلى عرف زمن الفقيه وينظر إلى عرف زمننا هذا، شرط ألا يخالف هذا، ألا يخالف هذا النص الشرعي. ففي هذه الحالة تراعى هذه القضية ويجب الوقوف عندها. ولذلك أيضا عندنا قاعدة أصولية ماذا تقول؟ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، الحكم لا يتغير بتغير الزمان، لكن ما هو دون الحكم كالاجتهاد أو مثلا العادة المتبعة وما إلى ذلك هذه تتغير بتغير الزمان، شرط أن لا تخالف نصا شرعيا.
فمثلا هنالك مسائل، مثلا الفقهاء يفتون بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية. قالوا لماذا؟ قالوا لانقطاع عطاء المعلمين. إذ لو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا إجراء فهذا يلزم ضياعهم وضياع عيالهم، ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة أو صنعة يلزم هذا ماذا؟ ضياع العلم وضياع التعليم. فلذلك بناء على ذلك أفتوا بماذا؟ أفتوا بجواز أخذ الأجرة على التعليم من أجل أن لا يضيع العلم وأيضا لا يضيع هؤلاء المعلمون. وهذه مسائل كلها حقيقة الفقهاء نظروا إلى قضية العادة وإلى قضية العرف وأخذوا بهذه المسائل وراعوا هذه القضايا كثيرا. يعني مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء عما كنا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حضور المساجد لصلاة الجماعة، يعني كانت الصلاة في البيوت أولى، وهذا يعني عرف أو عادة في ذلك الزمان أكثر مما هو منع. ثم جاء زماننا الحاضر، هذا مثلا النص يعني لا يفضي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، يعني يجوز للمرأة أن تخرج وتصلي في المسجد لكن هنالك شروط وضوابط، لكن إذا قلنا صلاتها في بيتها أفضل أو في المسجد أفضل، إذا كان يلتمس في المسجد علم وهي تستفيد منه فصلاتها في المسجد أفضل، وإذا كان لا يلتمس علم مجرد العبادة صلاتها في بيتها أفضل، وهكذا. وكذلك أيضا الفقهاء بناء على العرف أفتوا بمنع الزوج من السفر بزوجته بغير رضاها، بغير رضاها حتى وإن يعني أخذت المهر كله، وكذلك عدم قبولهم قول الزوج إنه استثنى بعد الحلف بطلاق زوجته، أي قوله بعد الطلاق إن شاء الله إلا بنية لفساد زمان، يعني وقال لا إنني طلقتك إن شاء الله، وهذا يعني من المسائل ومن القضايا كثيرة. إذن علينا أن نعرف بأن هذه المسائل مهمة جدا، حتى إن المفتي الذي يفتي بالعرف لا بد له من معرفة الزمان والمكان وأحوال الناس وحالات الناس، لأن الناس يختلفون من مكان إلى زمان، كذلك يجب عليه أن يفتي بقضية العرف العام والعرف الخاص والعرف العملي والعرف القولي، ويجب عليه أن يعرف الفرق بين قضية العرف وبين العادة. فهذا ما وفقنا الله تعالى إليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.